الحمد لله. أماني احكي لي، أنت حبك للميكانيكا والسيارات بدأ من سن صغير جدا، إمتى بدأ وإزاي؟ بدأ من وأنا عندي تقريبا 10 سنين. بدأ لما لقيت إنه اهتماماتي ما بتروحش للعرايس والباربي والشكل الطبيعي للعب اللي أي بنت في سني في الوقت ده بتختارها، لأ كان رايح لي أي حاجة فيها فك وتركيب، الميكانو، الليجو، المكعبات، أفك دينامو من العجل أو البسكليتات القديمة في السن ده عشان أركبها وأوصل بيها سلكتين وبطاريتين وأخلي الحاجة تتحرك. يعني الميول دي ابتدت من وأنا عندي 10 سنين، وبعدين لقيت نفسي إنه بابا وماما وهم رايحين بيعملوا صيانة لعربياتهم خدوني معاكم، ولما أروح ما بسيبش عمو الميكانيكي في حاله، لأ أنت بتعمل إيه؟ أنت هتشيل ده ليه؟ هتحط ده ليه؟ طب هو السائل اللي نازل ده اللي لونه غامق ده إيه؟ فابتدى الفضول أو حب المعرفة في الناحية دي يظهر من الوقت ده. أهلك أكيد حسوا بده في السن الصغير ده، هل حاولوا إن هم يغيروا ده وبرضو يجيبوا لك العرايس والشكل الطبيعي للألعاب لأي بنت، ولا شجعوكي ناحية العربيات والتركيب؟ بصي هم ما كانوش بيفرضوا عليا حاجة بصراحة، الوالد والوالدة يعني ما فيش عندهم حس إن هم يفرضوا علينا حاجة أنا وأخواتي، بس هم كانوا فاكرينه فضول طبيعي لطفلة لسه بتستكشف ميولها العقلية أو ميولها في الحياة عاملة إزاي، فكانوا بيسيبوني براحتي. ساعات العيلة كانت بتجيب بقى في المناسبات وأعياد الميلاد الباربي العروسة، بس لما كانوا بيشوفوني بشيل الحاجات دي على جنب وبروح لحاجتي التانية اللي أنا عايزة ألعب بيها ما كانوش بيضايقوني ولا بيفرضوا عليا شكل معين في ميولي أو في اتجاهاتي، يعني كانش في عندي التقييد ده خالص. بس انت وقتها يعني في وقت المراهقه الواحد بيكون لسه بيكتشف هو عايز يعمل ايه، بيشوف هو بيحب ايه وعايز يعمل ايه، انت كنتي اوريدي عارفه ده، بس هل كنتي شايفه مستقبلك فيه؟ كنتي حاسه ان انا هعرف اكمل في المجال ده؟ بصي هو كان اقرب ما يكون لي تحدي ابتديت اكتشفه من وانا تقريبا عندي 14 سنه انه لا دي حاجه انا عايزه اكمل فيها، خاصة ان انا كنت بحب اتفرج على سباقات الفورميلا والعربيات بتتبني ازاي والسواقين بتسوق ازاي، فاكتشفت ان القصة عندي مش بس هواية ومش بس شغف، لا انا عايزة اذاكر الموضوع وعايزة امتهنه لما اكبر شوية. انا قلت لبابا وماما ان انا عايزة اخش علم رياضة عشان عايزة اخش هندسة، فالوالد كان رافض تماما، يعني تماما، انا البيت عندي كله ادبي، فقال لي لا هنخش علمي علوم عشان انا عايزه ابقى بالدكتوره زي ابهات كتير جدا عايز يشوف بنته دكتوره، فقلت له لا انا عايزه اخش هندسه. فضلنا في النقاش ده شويه فدخلت علمي رياضه من وراه، هو طول فتره ثانويه عامه كان فاكر ان انا بذاكر احياء وما حسش. هو مش عايش في مصر. هو مش عايش في مصر، وده كان من كرم ربنا عليا بصراحه. فدخلت علمي رياضه، ماما واخواتي البنات هم اللي كانوا عارفين ان انا دخلت علمي رياضه، ولما جيت اتخرج من ثانويه عامه للاسف كنت مضطره احطم حلمه على صخره الواقع في ان انا اقول له بابا انا دخلت علمي عشان انا عايز اخش هندسه، انا مش شايفه نفسي ببلطو ابيض، انا شايفه نفسي بعفريته زرقاء. ففضلنا في النقاش او في الخناقه دي شويه، واتفقنا ان انا هخش فنون تطبيقيه، وفعلا دخلت فنون تطبيقيه لان ده الشغف التاني بتاعي، الالوان والقماش والديكور والحاجات دي، بس ما استحملتش، يعني كنت حاسه نفسي مخنوقه وبعمل حاجه مش انا. بس يا اماني انت كان عندك جرأه كبيره جدا، يعني اي حد في السن ده بيكون متوتر دايما بيحاول يمشي ورا كلام اهله بالظبط حتى لو مش ده اللي هو عايزه، بس مجرد ان هو خايف حاسس ان انا صغير على اني اقرر القرار لنفسي، فايه اللي كان مخليكي واثقه في نفسك واثقه في قرارك بالشكل ده؟ اولا انا والدي ووالدتي مربيني انا واخواتي انه احنا نقدر ناخد اي قرار ونتحمل مسؤوليته مسؤوليه كامله، وانه المفروض ان يعني اي بني ادم يحارب عشان يحقق قراره او يحقق حلمه طالما احنا ما بنعملش حاجه تغضب ربنا، فدي الحريه. فالحاجه يمكن الوحيده اللي بابا كسرها في القصه دي هو انه كان عايز يحقق حلمه هو، بس هو انا كان عندي حاجه جوايا بتقول لي كملي هتوصلي، ولو ما وصلتيش انا كده كده مهندسه هعرف اذاكر حاجه تانية، هعرف اشتغل في اي مصنع في اي حاجه، بس كان في حاجه دايما جوايا بتقول لي كملي انت ماشيه صح، روحي للحلم بتاعك، انت ماشيه صح، انت هتعرفي تحققي حاجه ناس كتيره قوي ما عرفتش توصل لها.
فده كان حاجة عندي، والحمد لله هو كان نص معارض ونص موافق. يعني بابا كان في جبهة وماما وإخواتي البنات، على الرغم من إن هما كانوا مستغربين جدا، بس هما كانوا في ظهري جدا فكملت. وحتى لما الوالد جيت أبلغه بقراري إن أنا مش هكمل في فنون تطبيقية وهخش هندسة، وقرر إن هو يعني قال لي معرفكيش مصاريف جامعتك بتاعتك، والدتي هي اللي دفعت لي مصاريف أول سنة، واتفقت معايا إنه هنشتغل مع الدراسة وهنتحمل المسؤولية كاملة بتاعت القرار. وقد كان أنا اشتغلت من أولى تخصص، من أول ما تخصصت ميكانيكا دورت على شغل ودورت على كورسات وكملت.